السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم حصة جديدة من حصص التربية الإسلامية، المكون الحكمة، الموضوع أقتصد في استعمال الماء. الهدف أن يتعرف المتعلم بعد استعمالات الماء وأن يقتصد في استعمال الماء. أن يقتصد في استعمال الماء. تمهيد: من أين يأتي الماء أبنائي؟ من أين يأتي الماء؟ هيا إذا فكروا جيدا. نعم، من الأمطار، يهطل من السماء، من الغيوم، الأنهار، البحار، الآبار والشلالات والعيون كذلك. إذن هذه هي مصادر الماء، يعني من المكان الذي يأتي منه الماء. وفيما نستعمل هذا الماء؟ فيما نستعمل هذا الماء الذي أنعم الله به علينا؟ هي نعم، نستعمله في الشرب، في التنظيف، في ماذا أيضا؟ في السقي، سقي النباتات، في شرب الحيوانات، أيضا الحيوانات تحتاج للماء، وأيضا في الوضوء، في التصبين، في الكثير من الأشياء. إذن نحتاج الماء، أو الماء ضروري لحياة الإنسان والحيوان. نستمع أبنائي ونفهم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. أعيد مرة ثانية: عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. نفهم هذا الحديث: بمن مر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيد، مر الرسول بسعد. ماذا كان يفعل سعد؟ كان سعد يتوضأ. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هذا السرف يا سعد؟ وما معنى السرف؟ السرف يعني التبذير والتضييع. هل السرف سلوك محمود في الإسلام؟ لا، السرف سلوك سيء وغير محمود، لأنه تضييع للماء. ستقولون: في الوضوء يجب أن نتوضأ جيدا. ولو في الوضوء، علينا أن لا نسرف ولا نضيع الماء حتى ولو كان في الوضوء. علينا أن نأخذ الماء في إناء ونتوضأ به، ولا نترك الصنبور مفتوحا أو يسيل دون غلقه. علينا أن نقتصد في استعمال الماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسرف ولا نضيع الماء. فالماء نعمة من نعم الله علينا، وهو به تقوم الحياة. فقد قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجميع المخلوقات التي خلقها الله تحتاج إلى الماء، لا يمكنها أن تعيش بدون ماء. فالماء هو أساس الحياة على الأرض، وهناك ناس لا يجدون ماء ليشربونه. فنحن علينا أن نشكر الله على ذلك بالحفاظ عليه. ألاحظ وأتعرف: هندو، توقف يا أحمد، إنك تبذر الماء. أحمد، إن الماء موجود بوفرة، ألا تلاحظين؟ تعالي نلعب. هند، لا تفعل هذا يا أحمد مرة أخرى، حافظ وحافظ على الماء، إنه نعمة من عند الله. أحمد، أعدك يا أختي ألا أكرر فعلتي، ومنذ الآن سأقتصد في استعمال الماء. أعيد مرة ثانية: تلاحظون هنا الولد يلعب بالماء، وأخته نبهته أو نصحته.
قالت هند: توقف يا أحمد، إنك تبذر الماء، يعني أنك تضيع الماء. أحمد: إن الماء موجود بوفرة، ألا تلاحظين؟ تعالي نلعب. هند: لا تفعل هذا يا أحمد مرة أخرى، وحافظ على الماء، إنه نعمة من عند الله. أحمد: أعدك يا أختي ألا أكرر فعلتي، ومنذ الآن سأقتصد في استعمال الماء. وأنتم أبنائي، هل ستفعلون مثل أحمد؟ تبذرون وتضيعون الماء الذي هو نعمة من عند الله؟ جيد، أعلم ذلك أنكم لا تبذرون الماء ولا تضيعونه مثل أحمد، ستقتصدون في استعماله. إذن أبنائي، علينا أن نقتصد في استعمال الماء، وحتى ولو كنا على نهر جاري. إذن الآن نقوم بإنجاز هذه التمارين. ألون الجواب الصحيح. أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرف في استعمال الماء، أو أوصاني أن أقتصد في استعمال الماء؟ انطلاقا مما قلنا، ماذا؟ جيد أبنائي، أن نقتصد في استعمال الماء. ثم هل من يسرف في استعمال الماء يقتدي بالرسول، بسلوك الرسول؟ نعم أم لا؟ لونوا الجواب الصحيح، لونوا الجواب الصحيح. والآن أبنائي، أتشبع بالقيم، أقتصد في استعمال الماء ولا أبذره، لأن الله تعالى حرم الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين المبذرين. نعيد مرة ثانية، أقتصد في استعمال الماء ولا أبذره، لأن الله تعالى حرم الإسراف. وفقكم الله لما فيه خير أبنائي، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة، وإلى اللقاء في حصة جديدة.